ايوه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اليوم تم بفضل الله لجنة إكرام الميت مع التعاون مع الهيئة الإسلامية، بارك الله فيهم، ركبوا حاجز كهربائي والحمد لله رب العالمين. هذا الحاجز عشان نمنع كل إنسان أو مؤسسة بدها تعدي وبدها تعمل على كيفها بالمقبرة. وهنا الطريق بتضلك ماشي دغري بالمقبرة، بتعدي وانت طالع منه تطلع عادي، بس يشوف رقم السيارة بيفتح لحاله، أما دخول من هون ممنوع. وبارك الله فيكم، وكمان مرة بشكر لجنة إكرام الميت والهيئة الإسلامية، وبقول لهم بارك الله فيكم على مجهودكم والسلام عليكم. بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك.